سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. الفيديو تاع اليوم على اسباب فشل البروتين ولا تاني الكيراتين ولا المعالجة بصفة عامة. اخطاء تقوموا بها، اخطاء بسيطة تخسر لكم يعني دراهم كبار اللي شريتوا بهم حاجة ولا تعبتوا على شعركم يروح لكم في باطل. اول حاجة هي كما تعرفوا البروتين نروحوا نستعملوا مواد باش نفتحوا حراشف الشعرة، من بعد نستعملوا حرارة عالية باش نغلقوا الشعرة. يعني هذا هو هذه المرحلة اللي نجوزوا بها في عملية تطبيق البروتين ولا الكيراتين. على هذا لو كان ديري اي غلطة ولا يسبب لك تساقط الشعر ولا تتكسر، كاين اللي يقعدوا يمشطوا شعر يطيح لهم يتكسر لهم كامل لي بوينت اطراف الشعر ولا القشرة اللي تجيكم بزاف. تاني كاين اللي راكم تقوموا بها باش نحافظوا على شعرنا لازم نبتعدوا على الشامبو العادي، الشامبو اللي نغسلوا به عادي، خاصة شامبو القشرة. القشرة هو شامبو منقي، اللي تحب صبيغة ما عجبتهاش ولا اللي تحب تنحي القشرة ولا تروح تستعمل هذا الشامبو تاع القشرة هكذا. مينتي الى حبيتي تحافظي على البروتين ديالك ولا الكيراتين ديالك تستعملي شامبو بدون سلفات، مكتوب فيه سون سلفات، مكتوب فيه. كاين بعض الشامبو مكتوب فيه الا كيراتين يعني فيه الكيراتين، نو ماشي هذاك. هذاك زعما هما يعتبروا بلي ضافوا له مواد ولا بروتينات للشامبو، مي يعني المخصص شعر يعني فيه البروتين ولا الكيراتين مكتوب فيه بدون سلفات هكا باش تفرقوا ما بيناتهم. كاين بزاف لوريال، كاين فينوس، كاين سواليس، كاين بزاف ماركات رخاص وكاين غالي وكاين رخيص. يعني انت تشري على حساب دراهمك انت واش يساعدك هكذا. ثاني حاجه واللي يقوموا بها بزاف عمليه البروتين ولا الكيراتين يروحوا يكثروا ماده البروتين في الشعر. كي تروح دير بالبانسو تحط البروتين في الشعر تروح تكثر كميه كبيره، على هذا يسبب لكم تساقط الشعر. ومن بعد كي تروحوا ديروا ليسوغ، ليسوغ يحرق لكم هذاك البروتين، تشوفوا الدخان بزاف، هادو ما كامل خاطر كثرتي البروتين. لهذا في عمليه تطبيق البروتين لازم يكون عندك مشط اسنان رقيقه، هذاك المشط تروحي تمشطي به الشعره ينحي لك الزائد كامل، يخلي لك غير الشعره واش تسحق. هذا في عملية تطبيق البروتين ولا الكيراتين. الخطأ الثالث اللي راح يوقعوا فيه بزاف تروح تدير لك بروتين وهي قلبها راهي حابة تدير لك ترجع شعرها بلاتين ولا ليماش ولا بالياج ولا، وهذا خطأ كبير. علاش خطأ كبير؟ اول حاجة احنا غلقنا الشعرة غلقناها البروتين او الداخل، لو كان نروح نديرو البلوندوغ فوق الشعرة نروح نديرو سحب لون ولا البالياج ولا ليماش كسرنا روابط البروتين ويتفتح لنا روابط البروتين والبروتين ما يشدلكش بزاف. هذه حاجة. الحاجة الثانية ما يخرجلكش اللون شباب، لانه البروتين يعيق لك يعني الشعرة باش يعني تفتح بسرعة. يعني الى حبيتي البلاتين يبطى الشعرة صعيب باش يخرج لك البلاتين، لانه البروتين راهو معمر داخل الشعرة، فهمتوني؟ على هذا الى حبيتي انت ديري التغيير في شعرك، حبيتي ديري نيو لوك، تروحي تستعملي شهر من المستحسن قبل ما تروحي تنوي دير البروتين ولا الكيراتين. الخطا اللي يوقعوا فيه في الصالون بعض الصالونات تروح دير لك ليماش وموراها تروح دير لك الكيراتين ولا البروتين، هذا خطا كبير، لانه موراها انت تشوفي الاسبوع الاول ولا الاسبوع الثاني شعرك شباب، من بعد شعرك يبدا يتقطع وحده يبدا تحسيه كامل فسدلك. هذا كامل من الخطا. هذا من المستحسن هاد تحبي ديري نيو لوك تروحي تستعملي شهر او 15 يوم قبل ما تروحي تستعملي البروتين، من بعد تروحي تستعملي البروتين ولا الكيراتين ديالك. الا كان البروتين ديالك اصلي وعرفتي تخدمي ما تكتريش كميه البروتين وتخدمي مراحل يعني جيده كما يقولوا، مراحل يعني كما قلتهم لكم في الفيديو اللي تاع تطبيق البروتين، ما يتبدل لك اللون تاع ليماش، ما يتبدل لك اللون تاع البالياج تاعك، يقعد هو هو. مي الا استعملتي حاجه ماشي اصليه يتبدل اللون،
فهمتوا؟ على هذا تبعوا الخطوات باش تنجحوا، باش ما تخسروش دراهمكم في باطل. وإلا تحتمت عليك كيما اللي عندهم الشيب، عندهم الشيب يخرج لهم الشيب، راك استعملتي البروتين صح، الصبري 15 يوم هكا كان زوجوغ ابخي تروحي ديري تغطي الشيب ديالك. هي من المستحسن بصبغه غير دائمه، بصبغه مؤقته يعني سون زامونياك، مي في الشيب ما يغطي يعني تمتم غسله الاولى يروح يعاود يبان لك الشيب، لهذا يعني الصبغه المؤقته ماشي مليحه اللي يكون عندها شيب، لانه ما راحش يشد لك مليح. الخطا الرابع اللي يوقعوا فيه بزاف وهي استعمال الزيوت. انت درتي البروتين وكيراتين، علاش راك رايحه تزيتي في شعرك؟ شعرك راهو غاد يعني راهو ليس، علاش تروحي ديري له الزيوت؟ الزيوت ينحي لك البروتين هكذا، وخاصة اللي تستعملك حمام الزيوت تروح تستعمل لك كمية كبيرة من زيت جوز الهند ولا زيت اللوز ولا في شعرها تستعملو كماسك، نو كدتي البروتين هادو ما كامل ما تستعمليهمش. كاين بزاف اللي يقول لك استعمليهم نورمال عادي، وانا هادي سمعتها، مي انا نصيحة كأخت ما تستعملوهمش، لانه ينحي لكم البروتين ويخسر لكم الشعره. مادام راكي دايره البروتين ما تستعملي لا زيوت، ديجا كي تستعملي البروتين والكيراتين كامل تحسوا بلي شعركم زيد شويه، يعني ما خصكش ماده دهنيه فوق واش راكي تستعملي. انت راكي استعملتي البروتين، بروتين غني بالدهون غني بماده البروتين، علاش تروحي تستعملي مواد دهنيه؟ انا ما ننصحش كامل بها، ولا لي ماسك يعني تروحي تستعمليهم في شعرك، هادو ما كامل ما تستعمليهمش. وكاين تاني بعض السيروم اللي مكتوب فيهم سيروم يعني خاص باللي دايرين ليها كيراتين ولا، هادو ما كامل حاجه كوميرسيال يعني باش يبيعوا السلعه ديالهم. في الاصل حاجه بدون سلفات، السلفات شنو هو؟ هو اللي يشتي هذاك الشامبو اللي تروحي ترغوني به شعرك، يمد لك الرغوه، معمر بو، انا ما نفهمش فيهم بزاف، مواد كيميائيه. هذا هو واش دخل السلفات في السيروم، يعني السيروم كي نروح نديروه ما حاش يمد لنا رغوه في شعرنا ولا نرغونو شعرنا ولا، فهمتوني؟ يعني هذه النهار اللي سمعت بهذه المعلومه يعني تخلعت، يعني هادو ما كامل حاجه كوميرسيال، يعني الا حبيتي تستعملي سيروم استعملي غير في اطراف الشعر باش ترقدي لي بوين تاع الشعره، بصح تروحي تدهني شعرك كيما كنا نوزعوا الزيوت من قبل لا لا. والحاجه الخطا اللي تقعوا فيه تاني واحد اخر هو اللي تروح تغسل شعرها بزاف، الاكثار من غسل الشعر خاصه بما يكون سخون بزاف على الشعر. كي تستعملي البروتين ما تروحيش تغسلي شعرك بالشامبوان بزاف، لانه قد ما تغسلي قد ما تنقصي المده تاعو، الا يشد لك ربع شهر يعشي يشد لك شهر ما يشدش بزاف، قد ما تغسلي قد ما تروح البروتين من الشعر وما يشدلكش بزاف هكذا. الخطا تاني اللي يوقع فيه بزاف يعني كيقرب الصيف رايحه البحر رايحه تكومبي لالا مولاتي تروح تدير لك البروتين والكيراتين، لماذا؟ راك رايحه تكومبي راكي رايحه تجوزي يعني الصيف ديالك، ما تروحيش تستعملي ما تروحيش ديري البروتين والكيراتين، لانه الماء تاع البحر فيه الاملاح يعني شديد الملوحه معمر بالملح، هذاك الملح ينحي لك البروتين، ولا البيسين لا بيسين فيها معمره بالكلور ينحي لك ثاني البروتين ولا الكيراتين من شعرك. على هذا الا حبيتي تشبحي روحك تستعملي بوني تاع بلاستيك في شعرك، يعني هذاك هو اللي تعومي به هكذا. مي الا درتي شعرك يعني قاستو الماء تاع لا بيسين ولا تاع البحر يروح لك كامل وخسرتي دراهمك هكذا. وتاني تاني اخر خطا اللي يقعوا فيه بزاف اللي هي تثبيت البروتين بلي سوق عادي اللي نستعمله في المنزل، وهذا كامل خطا كبير. الاسبوع الاول تشوفي شعرك شباب، من بعد تقولي كيفاش هذا البروتين ما شدليش، ما استعملته كيما قالت فلانه وقالت فلانه وما شدليش. هي البروتين باش يتثبت لك لازم يكون لي سور بروفيسيونيل، الماربر تاعو تيتانيوم، هذاك لي بلاك الدخلانيين تيتانيوم، والحراره تاعو عاليه باش يتثبت لك البروتين ولا الكيراتين.
هاد هما اسباب فشل البروتين ولا الكيراتين. الى تفاديتيهم اختي العزيزه راح يشد لك بزاف واطول مده وما تخسريش دراهمك. هذه هي ان شاء الله نكون حطيت لكم كامل المعلومات وما نسيت والو. جيم كومونتير ابوني وشان يوتيوب هذه بارطاجيو مع البنات باش يعرفوا هذه القناه ويستفادوا كامل. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو والسلام عليكم.